السلام عليكم يا جماعه، معكم ارفسون جيمر. واخيرا يا جماعه بعمل فيديو على بارتي بانيك. واخيرا واعتذر يا جماعه على السحبه على بارتي بانيك للي بيحب اللعبه، عشان الصراحه اللي يعني انشغلت بالبيد وارز الايام دي. وبس خلينا نبدا فيديو النهارده. هيبقى مختلف، مش هلعب دي ولا دي، هلعب دي طبعا، خليها هارد والادوار يبقى اقل حاجه، عشان انا مش عاوز يبقى كتير والفيديو يبقى اكتر. اوكي، ايه رايكم في سكيني الجديد؟ ياه شكلي تحفه. اوكي خلينا نبدا. اللعبه دي زي السلم والتعبان بس غريبه شويه. بصوا انا هقول لكم القصه، هقول لكم القصه بتتكلم على ايه. احنا في عالم البيتزا او حفله البيتزا مش عارف ايه، والحوت ده او دولفين مش عارف حوت ده ولا ايه، بيقول لنا لازم ناكله ولازم نديله البيتزا اللي هنا ونرجع نديها له، وهيدلنا كاس ونشوف مين اللي هيبدا الاول. الله 10. يلا بدايه كويسه. ولازم اللي يعني هتفهموا الملعب. اوكي واتحرك من هنا. لا ثانية، حطيت لايك. يلا ابلع. يلا اللي ما يحطش لايك ده اللي يحصل. بيحصل لي كده عشان لو ما عدتش ال، فهمت قصدي؟ اوكي انت هنا لازم توصل وتاخد منه، تاخد منه وتعمل لفة تانية وتاخدها، فهمت قصدي؟ اوكي اوكي لعبة النار. دي حلوة صراحة. اوكي انا صراحة يا جماعة مش عارف انا ما بتكلمش ليه. اوكي تحس ان هو بيتهز، ابعد منه عشان ما تقعش في اللافا، ولو انت وقعت انت تبقى راس كبيرة وخسر غيرك. اوكي الاصفر هو هيخسر نفسه، والاحمر كمان كلهم عليا، بس انا اسطورة دايما. اوكي يلا انا اقدر اخسر. اوكي هو كسب عشان هو اللي خسرنا، فلو انت خسرت فهمت قصدي؟ احيانا مش عارف ليه انا دايخ شوية. اوكي 4. اوكي انا لازم اوصل 3000 تقريبا، 3000 عشان اخد بيتزا. والفيديو ده هيبقى طويل يا جماعة صراحة، هو الدور ده بس عشان تفهموا الكونسيبت. اوكي الجمب سكير، هي مفيهاش جمب سكير فما تقلقش، انا بطمنك. بس هو بيطلع لك زومبي وانت لازم تنط عليهم بس كده. العب ترس. اوكي كده يا سلام يا سلام، اديله. شخ لسه صاحي من النوم، حرفيا لسه صاحي من النوم. اوكي اعمل كده 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 كده، شايفين انا الازرق مين متقدم؟ الاحمر، الاحمر المتقدم. انت لازم تنط على الزومبي. ليه عينيهم زي الهيروبراين اللي في ماينكرافت؟ حرفيا زي اللي في ماينكرافت، بس النقط دي مش هتفيدك الا لو انت المركز الاول. صراحة تستحق بوكس، تستحق بوكس. اوكي هو بيفيدك على انك المستوى الاول، انا المستوى الرابع وكده ما اخدتش حاجة، فهمت قصدي؟ انا كم مرة قلت فهمت قصدي في الفيديو ده؟ اوكي 7 وصلت. هل هاخد؟ محتاج 3000. اوكي انت ما عندكش فلوس كفاية، شكرا. العلامة الصفرة دي اللي انتوا شفتوها اللي عليها سكينتين، لا لا اياك تلمسها. اوكي كويس، عشان دي يا جماعة هياخد فلوسنا كلها ونلعب لعبة، واللي يكسب ياخد الفلوس كلها، مفيش تفاهم. اوكي ما اخدش. استخدم مساعدة واخد كتير، حلوة. ارجوك محدش يجيب العلامة الصفراء. اوكي
دي لعبتي انا دايما بكسب بيها هتشوف. اوكي فايت. ليه مش شايف كويس؟ الشاشة مش باينة الحاجات كلها. ابلع ابلع ابلع. اتحداكم يا جماعة ان انا هجيب قلب تحدي. بصوا رقمي كام بس انا متأكد ان انا هجيب قلب. ولا اخدت الروس ليه؟ اوكي مش هلحق اعمل التحدي. ابلع ابلع. ايوه حرفيا اللعبه دي ممتعه بس لما تلعبها اونلاين حرفيا ده الجميل فيها. اوكي اوكي كويس ان انا ما كنتش هدوس على العلامه الصفراء. كويس وانك تدوس مثلث عشان يفتح لك العالم تشوف الشاشه شكلها ايه. اسف ما عندكش بيتزا ليا. احمد ربنا ان عندك بيتزا. الف بيتزا وراك. ايوه ازاي بيقول هات بيتزا وهو معايا اصلا. بصوا شايفين قد ايه. احس ان هي دبدوبه مش حقيقه. اوكي دي اول لعبه حرفيا لعبتها من بارتي مانيك ولازم افضل ماشي واعوم. اوكي صوتي راح صوتي راح وانا بغني. بس الصراحة يا جماعة صوتي حلو كله يحط لايك على الصوت ده. اوكي اخدت 1000 كده اقدر اجيب بيتزا بس محتاج المكان بس. اوكي اقدر اجي هنا. اوكي ما اقدرش. اقدر اوكي ما اقدرش كده. عاوز اشتري حاجه. ده دبل دايس يدي لي خلاصنا مكانا. ده مش عارف ده سلو سلو دايس. يلا يدي. ما فهمتهاش انا مش فاكرها اصلا. ما عندكش بيتزا ليا. اللي هو جنبيك ده اسمه ايه؟ ايوه ارجوك اشتغل يا الايد يا الايد ارجوك اشتغل. انا مش ناقص الحركات دي. انا بعمل فيديو ارجوك ما تفتحنيش. اوكي رجع رجع بعد مشاكل. اوكي رجعنا. ده جوست شستر ده ما قريتهاش. بدأت على طول. اوكي دي بتاعت الشبح. اوكي ابعد خليك بعيد. اوكي واعمل كده. بصوا الفايس سمال الايف فايس سمال الايف ييه. واو الفكرة بتنفع فعلا. اوكي ما نفعتش المرة دي. اوكي اتحدى ان انا اجيب 1000. اوكي مستحيل. اوكي خسرت. اوكي لا ما خسرتش بس انا عندي امل. انا قاعد الف دايره اصلا والموضوع بينجح. واو يا جماعه اول مره يحصل. لا كل ما امشي عليهم يبطئني. ايوه 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 ايه 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 ايه. حطيت لايك حطيت لايك. اوكي فلاوي اول مره اكسب 1000 عليها. واو غريبه بس حلوه. اوكي الله اكبر. بص زودني قد ايه.
اياك تجيب العلامة الصفراء، اياك، عشان حرفيا لو انت كنت بدالي وحد دسها انت رحت فيها. اوكي دي حرفيا بحبها قوي. كانت في لعبة اسمها ستيك مان بارتي كانت شبهها. اوكي اوكي الاحمر راح فيها. ايوه ايوه ايوه, أيوة. اوكي الاثنين راحوا فيها. اوكي كله عليا كله عليا. جوبر اللي كسب عشان هو اللي خسر الاثنين. اوكي دي دي احس ان انا هكسب المره دي. هستخدم المساعده بتاعتي. العب ابلع ابلع ابلع. انت بتعمل ايه؟ حطيت لايك ولا لا؟ انا جبت العيد يا شباب، كان لازم اروحكوا عشان اخذ البيتزا. العيد اديشن، العيد اديشن. اوكي شكل ده اللي هياخد. اوكي مش هياخد. لعبة الدجاج هي صراحة صعبة، بس انا عندي حركة مش عارف هل هي تعتبر غش ولا لا. تعرفين ايه هي الحركة؟ خد من غيرك، خد اللي من عندك. اوكي لا ما خدتش. العشا فراخ النهاردة. دي اخرتها اللي يعمل فيها ذكي ويغش، دي اخرتها. اوكي وعشرة. اوكي اربعة. بصوا لو دوست مثلث يوديني على العالم كامل، فدي حركة كويسة. اوكي هقل، شكرا مع السلامة. ارجوك. اوكي ما جابهاش، عشان لو جابها اقتله، اقتله لو جابها. وجاب واحدة، جاب واحدة. اللي ناقص بقى ان هو يوديها لبتاع الدولفين ده الكبير، الحوت. هو حوت يا عبد الرحمن، ليه تقول فيها ذكي وتقول دولفين؟ الدولفين ما بيبقوش تخان زيه. اوكي دي حلوة. يا سلام دبل كيل، تريبل كيل يا شباب. يا عيني انا بلعب مع هارد على فكرة. ايه هارد دي؟ هارد. انا اللي متقدم. كله ناوي عليا وناوي عليا فعلا. انا ما بقتش الاكثر، لازم اخد بالي. ركز. انا بقيت محترف انا في اللعبة دي. انا صراحة مش عارف الجيم هيخلص امتى، بس لو خلص بدري العب تاني. مش العب تاني منه، لا العب بس تحدي. تسعة واشتري دي. انا كده استفدت ايه اصلا؟ انا مش عارف دي بتعمل ايه، اول مرة اجيبها. ايه ده احنا قربنا نخلص ولا واحد جاب البيتزا. ده الدور التاسع. واو واو غريبة. اوكي مفيش حاجة تتقال. اه دي بكرهها، دي بكرهها يا جماعة. انا ما كسبتش فيها قبل كده عشان ما بحبهاش. كوليك خد. اوكي لا اوكي خد 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 خد. اوكي يا سلام. ايه ده انا متين؟ انا اخدت واحدة امتى؟ انا اخدت واحدة بس الثانية امتى؟ اوكي خد خد خد. اوكي احس ان انا هكسب فيها. اعمل كده واول ما تيجي تحت اقوم جاري جاري زي كده. يس
اوكي لا 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 يا سلام يا سلام لا 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 شكلي اكسب فيها شكلي اكسب فيها يا جماعة او لا اوكي اجري اوكي ما جاتش كله يبعد مني اوكي انا اللي بعت اصلا واو اجيب 800 تعادل من كلهم الا انا الله اكبر الله اكبر جي جي انا الرابع ازاي تقريبا ايه دي الحياة يا جماعة ما نقدرش نقول لا استخدم الايتم تستهبل تستهبل انا كده استفدت ايه انا اشتريتها ليه اصلا هي جبت العيد اوكي خلينا نشوف مين اللي كسب اوكي كده ادوارنا خلصت لازم نلعب لعبة وخلاص اللي مخلص المرة دي واحس ان انا اللي هكسب مش عارف ليه مع اني ما جبتش ولا بيتزا وده تراوى معاه بيتزا بس ملحقش ياخد وهيشتري يبقى على طول اوكي تريجر تروف اوكي انا قدها اقدر ان انا اكسب فيها يلا بينا لا 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 اي حد يتلخبط ويحطها عندي انا مظلوم يا شباب انا هاخد اخر واحدة ها اخدتها ومحدش هيلمسها غيري تعادل انا والاحمر والاصفر وخلينا نشوف مين اللي كسب مش مهم مش عاوز اقرا اصلا زي اندرتيل اوكي دي الحاجات بتاعتنا احنا عندنا كاس وفلوس كذا ده اللي احنا اخدناه وده مستر مانفر دروفري جاست ذا بلاير كولكت موست دي تقريبا الفلوس ودي مش عارف ايه بس انا اقل واحد وده سلو بوك تروبي مش عارف انا مش عارف اي حاجة اصلا ام ذا وينر از ياي انا اللي كسبت والله يا جماعة كنت متوقع يا جماعة صراحة ما كانتش متوقعة فأنا هلعب حاجة صعبة جدا بصوا ايه ابلع هلعب 25 انا قدها يا شباب ده يجيب لك زي المتاهة وانت تحاول تمشي عليها وانا جبتها 25 دي على حاجة يلا بينا اتوقع الاغلب يعرفها عشان لعبتها قبل كده وهنا الصفر اللي موجود عندكم ده عدد الموتى عدد الموتى بتاعتي اوكي فهمتوها شكل الفيديو هيطول يا شباب الرقم القياسي بتاعي 200 دقيقة لا 200 دقيقة ايه 200 ثانية ما تتلخبطش في الكلام ما تتلخبطش وانت قاعد تموت خلاص تركيز تام تفعيل ما زلت بحاول انا خسرت اربع مرات في اول واحده ده فين الاحتراف يا حبيبي فين الاحتراف كنت هقع اول واحده انا في ثاني واحده هنا اوكي وهنا الرؤوس تيجي عليك ف ما تبقاش كفته ما تبقاش اتاكلت زي الكفته زي اللي حصل دلوقتي ليك مركز اوكي ابعد هنا ابعد اي تلاقي دل تبعد منه اوكي 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 ثلاثة ماشيين في حس واحد ده ايه ده اوكي الاستراتيجية دي اللي بتسرعني
يا سلام يا سلام يا سلام. اوه ماي جاد اوه ماي جاد نايس نفعت. ثلاثة اوكي ابلع 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 ابلع. اربعة اوكي والله بحبهاش والله بحبهاش زي ما انت شفت شكل الفيديو هيطول. اوكي يا سلام خمسة اتفضل طن طن اعمل كده اعمل كده اعمل كده اعمل كده وطير يا سلام ستة اوكي كنت قربت وصراحة حلوة اللعبة بحبها على فكرة. نفس الغلطة ونفس الوقعة لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. يس اوكي دي حلوة بس صعبة شوية. اوكي الراس تاني اعمل الحركة بتاعتك. اوكي اوكي وهنا يا شباب كيف تصبح شاورما شاورما اثنين. انت بتضحك على ايه بتضحك على ايه. الله خليك ساكت وراحة نفسية وانت عندك كنت اقول عندك امل انك تكسب بس صراحة رجعت كلامي. اخيرا اخيرا سهلة دي بحبها وبس عشرة خليك ماشي ما تبقاش ماشي كنت عرفت الدالي هريسة هريسة دوت كوم. اوكي كده النظام طيب طيب حياتكم كده عيب اللي بيحصل كده عيب عيب. يس 11 اوكي دي ما بحبهاش ما بحبهاش شفتوا شفتوا الجلطة؟ يلا بينا نجلط مع بعض. ايش صوت الطان طان غريب انا اللي وقعت من نفسي كنت توصلني للكسبة وارتاح. اوكي لا كنت تعمل فيها ذكي خليك ذكي بقى حقيقي. ازاي تبقى هريسة بالسكر وشوية عسل ازاي اتخبطت الراس خلعت خرمت اوكي بليز 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 رحت انا لمين انا رحت لمين 28 موتة 29 و 300 دقيقة ثانية ما تجيبش العيد. انت رياضيات يا عبد الرحمن انت رياضيات. ازاي تخلع راسك باسهل طريقة جي جي. اه
اخيرا اخيرا يا جماعة اخيرا طولت قوي فيها دي. خليك واثق من نفسك، خليك واثق من نفسك. يا سلام يا سلام، نفس الغلطة نفس الموضع نفس الطيران. بعد الموتى نفس الضربة نفس الطيران. مش هقولها المرة دي. بليز ما لمسنيش، ما لمسنيش ده على فكرة. اخيرا 13. دي صراحة حلوة بس محتاجة التركيز شوية. اربعتاشر. خمستاشر. ستاشر. خلالا ستاشر. اوكي نفس الغلطة نفس الموتى ثالث مرة، عشان دي هي بتتعاد اصلا عشان تعرف. رابع مرة. كنت توديني على الاقل في السكة. تستخدم اليمين طريق اسهل اجرب. يب طريق اسهل فعلا. واو ولا لا ثانية اعمل كده 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 كده. والله يا جماعة دي حركات محترفين. وهنا الجلطة تاني. انا ليه ما نطيتش؟ ليه؟ عامل فيها محترف. ها عامل فيها محترف. اوكي اوكي اوكي. ازاي ما متش؟ ازاي ما متش؟ هو ده السؤال. ازاي ما متش يا جماعة؟ شوكة لمستني. اوكي تركيز 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 تركيز. ياس انا بقولك لما اعمل التركيز يتفعل على طول. اوكي دي بحبها بحيث انها اكشن ومش عارف ايه بس ما يبقاش اكشن في الاخر. اوكي دي نفس الحركة اعمل كده 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 كده. اوكي انا عملتها بطريقة غلط بس هي دي الحقيقة فعلا. اعمل كده كده. انا دست نط بس ما نطش ورع. كده 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 كده. شغل الذاكرة. يا سلام 20. لا 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 اوكي انا كنت ازاي هعد؟ كان لازم اخسر كان لازم. اوكي يلا تركيز تفعيل. ده عيب يتحط في اللقطة. عيب يا جماعة. اوكي انا كان لازم كانت دي طريقة صح بس انا عملتها بطريقة غلط. انا صراحة يا جماعة مش عارف انا بقول ايه اصلا. 22. كنت في اخر واحدة. ستين.
يس 23 قربنا يا جماعة عاش. اوكي صراحة حلوة دي، حلوة شوية بس محتاجة وزنية زي كده. كده خلص نايس 24. خمسة وعشرين دي آخر واحدة. يا سلام وخلصنا. واو يا جماعة صراحة كان اللعبة حلو. وبس دي كانت نهاية الفيديو، أتمنى تكونوا استمتعتوا، ولازم تستمتع. وخلينا نوصل الفيديو ده 10 لايك. ده تحدي عليكم. وبس كان معكم عبد الرحمن اقرب سن جيمر، الى اللقاء.